بأعلام مصرية ولافتات تحمل صورة السيسي وأغاني وطنية ملأت ميدان التحرير، خرج آلاف المصريين للشوارع احتفالاً بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة. نساء وأطفال وشباب جابوا الشوارع بسياراتهم وعلى الأقدام احتفالاً بهذا الحدث الوطني. السيسي تفوق على باقي مرشحي السباق الرئاسي بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 39,700,451 صوتاً بنسبة تصويت 89.6% من الأصوات الصحيحة، وبظهور لافت لمشاركة النساء في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر. يذكر أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8% وحازت على إشادة المنظمات المحلية والدولية.